طيب عشان نعرف أكتر عن بعثتنا والأجواء هناك بعد الوصول بسلامة الله إلى تنزانيا، معانا مراسلنا محمد توفيق، عايزين نتعرف منه على كل أخبار النادي الأهلي الحقيقة في تنزانيا، إيه اللي حصل في المران، استعدادات النادي الأهلي. محمد مساء الخير عليك، بنرحب بيك معانا وكل جماهير النادي الأهلي دلوقتي بتتابعنا وعايزة تعرف أخبار فرقتنا إيه، وصولهم بالسلامة، الاستعدادات، كل آخر التفاصيل قبل مباراة المهمة جدا بكرة أمام يانج أفريكا. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني بطمن حضرتك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحمد لله البعثه في احسن حال هنا في تنزانيا وبالتحديد في دار السلام. طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي ممثل في استاذ محمد الضماطي رئيس البعثه موفرين كل سبل الراحه للفريق هنا داخل فندق الاقامه. كابتن خالد بيبو مدير الكره ودوره الهام جدا في تنسيق كل ما يتعلق بالمباراه من ملعب التدريب لفندق الاقامه، يعني مجهود اكثر من رائع النادي الاهلي طبعا بذله ممثل في اجهزته الاداريه بالتعاون مع بعض محبين النادي الاهلي. يعني في المطروحه كابتن هاني تلاقي محبين للنادي الاهلي بيساعدوه في كل مكان في اختيار الفندق، في يعني اختيار كمان وسائل النقل والمواصلات، فالحمد لله النادي الاهلي احباءه في كل مكان، ويمكن ده ظاهر بشكل كبير جدا هنا في تنزانيا. يمكن الفريق وصل فيه تمام الثامنه والنصف بتوقيت القاهره ليله امس، طبعا كان في استقبالنا الوزير السفير شريف اسماعيل سفير مصر في جمهوريه تنزانيا هنا، كان طاقم السفاره بالكامل كان موجود معانا خطوه بخطوه. زي ما قلت لحضرتك اداره النادي الاهلي لجهاز الكره بالنادي الاهلي موفرين كل سبل الراحه من وسائل الانتقال لكمان فندق اقامه هنا على اروع ما يكون. الفريق يمكن على طول يا كابتن هاني من امبارح تناول وجبه العشاء والجميع خلد للراحه بشكل مباشر على طول. النهارده اليوم على طول بقى ابتدى بسرعه، يمكن الفطار كان في تمام التاسعة صباحا، بعدها اتحركنا لملعب بنيامين مكابة اللي هيحتضن مباراة الغد بإذن الله رب العالمين. كان المؤتمر الصحفي سمح حضرتك طبعا في المقدمة بتتكلم عن تصريحات مستر مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي، عقبوا على طول تمرين الفريق الوحيد هنا في تنزانيا. يمكن الفريق التمرين استمر لمدة ساعة واحدة بس من الساعة 12 ظهرا إلى الواحدة ظهرا. يمكن التدريب طبعا كان قوي جدا على طول، كان في بعض الفقرات البدنيه ومن بعدها على طول تدريبات الكره، واختتم مستر مارسيل كولر التدريب بتقسيمه ما بين اللاعبين، اتسمت طبعا بالنديه والحماس والجميع يعني حريص على انه يحجز يعني مكان اساسي في التشكيله الاساسيه في مباراه الغد باذن الله رب العالمين. يمكن الكلام كتير يا كابتن هاني على محمد عبد المنعم، فحابب اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي. يمكن محمد عبد المنعم طبقا لتصريحات الدكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي تعرض لكدمه خفيفه بس في الانكل كده، وموقفه ان شاء الله من المشاركه في المباراه من عدمه هيتحدد باذن الله صباح الغد ان شاء الله قبل يعني اعلان قائمه المباراه. فحبيت اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي على حاله لاعبنا محمد عبد المنعم. الحقيقه محمد كان طبعا خبر يمكن اصابه محمد عبد المنعم ازعج بعض الجماهير او كل جماهيرنا، فانت دلوقتي بتطمننا ان الحاله الصحيه او الاصابه مش اصابه قويه، وبكره ان شاء الله يعني بكره الصبح هيتحدد مدى جاهزيته للمباراه، وده شيء جيد. لكن هل يعني هو دلوقتي لو مش جاهز، الحقيقه يعني احنا عارفين عندنا ثقه في كل اللعيبه ما فيش شك طبعا، لكن اكيد محمد عبد المنعم بيكون عنده قوه وعنده يعني امكانيات ممكن يعني ان شاء الله باذن الله لو في المستوى العادي يكون اضافه للنادي الاهلي. لكن انت بتطمنا ان لسه يعني الاصابه خفيفه وبكره الصبح هيتم يعني الكشف عليه وامكانيه لعبه باذن الله هتتحدد بكره الصبح ان شاء الله. باذن الله كابتن هاني باكد على كلام حضرتك مره اخرى. يمكن كان عايز اقول لك ان اصابه عبد المنعم كانت في اخر دقيقه في المران، يعني بعدها على طول انتهى المران مباشره، كان خلاص كل فقرات المران انتهت. طبعا كل اللاعبين الموجودين ياسر ابراهيم رامي ربيعه قادرين بشكل كبير جدا ان هم يعني بكره يكونوا موجودين في التشكيل الاساسي. كل اللاعبين بطمنك عليهم، كل القائمه الموجوده حالتهم اكثر من رائعه. يمكن كمان اللاعبين اللي كانوا غايبين عن مباراه سموحه بطمنك عليهم ظهروا النهارده بشكل اكثر من رائع في التدريب، سواء في التدريب كمان اللي كان صباح الامس في ملعب مختار التتش جزيرة او تمرين اليوم، سواء بيرسي تاو او طاهر محمد طاهر، كمان عمرو السوليه اللي كان غايب منذ فتره طويله موجود في التدريبات شارك بشكل كامل في التدريب، الحمد لله ظهر بشكل اكثر من رائع. كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين، اي 11 لاعب هيختارهم مستر مارسيل كولر ان شاء الله يكونوا قادرين على تنفيذ تعليماته واسعاد كل جماهير النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. يعني يمكن خلاص رجعنا على طول للفندق يا كابتن هاني، كان على طول اداء صلاه الجمعه هنا في فندق الاقامه، من بعدها على طول اللاعبين تناول وجبه الغداء. يمكن كان في محاضره بقى لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين اتكلم فيها عن كل ما يخص مباراه
الغد باذن الله رب العالمين نقاط قوه وضعف فريق يانج افريكان زي ما حضرتك قلت، يمكن وذكرت في تصريحات المؤتمر الصحفي انه اتفرج على ثلاث مباريات للفريق وبيحكم على مستواه بشكل كبير جدا، وكل ما يخص فريق يانج افريكانز بقى امام لاعبي النادي الاهلي. من بعدها على طول الفريق تناول وجبه العشاء منذ لحظات قليله، ومن بعدها على طول هيخرج اللاعبين جميعا للراحه. بكره ان شاء الله يعني يوم المباراه باذن الله هيبدا برده مبكرا، الفطار ان شاء الله هيكون في تمام العاشرة صباحا، بعد كده في فتره تدريب خفيفه بتبقى داخل فندق الاقامه هنا في تمام الساعه 10 ظهرا، بعدها على طول هيبقى الغداء في تمام الثالثه، والمحاضره الاخيره ان شاء الله هتبقى في تمام الرابعه والنصف عصرا، ومن بعدها باذن الله رب العالمين نتحرك في اتجاه على طول ملعب بنيامين مكابه اللي بيبعد فقط 15 دقيقه عن فندق الاقامه هنا. كابتن هاني دعواتك ودعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق للفريق، وباذن الله يقدم مباراه كبيره ويكون الفوز حلفنا باذن الله رب العالمين، وثلاث نقاط غاليه جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلم، خاصه بعد نتائج اليوم وفوز فريق ميديام الغاني على فريق شباب بوليزداد الجزائري. طيب محمد، قبل ما يعني بقى انهي معاك، واضح جدا ان الملعب ملعب كويس، يعني ملعب ارضيته كويسه بيساع طبعا ساعه عدديه كبيره جدا. عايز اعرف منك انطباعك او انطباع اللعيبه عن الملعب، وكمان عدد الجماهير من الوارد بكره يكونوا موجودين في الاستاد، وهل في عدد من بعثه او من المقيمين المصريين المقيمين هناك هيكون موجود يشجع النادي الاهلي؟ يعني تقريبا كده الاجواء على مستوى خارج ال 18 او خارج الملعب على مستوى الحضور الجماهيري هيكون ازاي بكره؟ يعني في البدايه كابتن هاني بطمنك، ارضيه الملعب اكثر من رائعه، يمكن ده الملعب الاكبر في تنزانيا والاشهر، يمكن فريق النادي الاهلي كمان لعب اكثر من مباراه على هذا الملعب، كان دايما بيجي اللاعب هنا فريق سيمبا التنزاني، يعني زي ما بنقول القطب الثاني كده بجوار يانج افريكانز هنا في مدينه دار السلام. يمكن كمان من حسن الحظ ان فريق النادي الاهلي منذ 40 يوم فقط لعب على نفس الملعب مباراه سيمبا التنزاني في الدور الاول من بطوله الدوري الافريقي اللي انتهى بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق. يمكن كمان مستر مارسيل كولر واللاعبين النهارده كانوا حريصين ان هم برده يطمنوا على ارضيه الملعب، كل اجزاء الملعب تم التدريب عليها والتمرين، حتى يمكن الجهاز الفني اصر ان التدريب يكون على الملعب وعدم تغيير الملعب، خاصه كابتن هاني ما كانش متاح ان احنا نتمرن في نفس توقيت المباراه، لان نفس الملعب احتضن منذ قليل يعني مباراه الهلال السوداني والترجي التونسي في دوري المجموعات ومباريات المجموعه الثالثه، واللي انتهت طبعا بفوز الهلال السوداني بثلاث اهداف مقابل هدف واحد لفريق الترجي. فمن ناحيه الملعب بطمنك يعني بشكل كبير جدا، ارضيه الملعب اكثر من رائعه، الجمهور التنزاني طبعا سواء يا سيمبا او يانج افريكان فهم قطبي مدينه دار السلام، يمكن متوقع حضور جماهيري كبير يعني يصل الى 50,000 متفرج. على الجانب الاخر بقى والسفاره المصريه ودورها الكبير جدا، اتكلمنا مع معالي السفير شريف اسماعيل قال طبعا في يعني تسهيلات كبيره جدا للجاليه المصريه اللي هنا، يعني اعتقد ما لا يقل عن 1500 مصري ان شاء الله يكونوا موجودين في مدرجات النادي الاهلي غدا، خاصه ان في بعض الشركات الوطنيه اللي بتعمل مشروعات قوميه كبيره جدا هنا في دوله تنزانيا، ان شاء الله يكونوا حاضرين المباراه وباذن الله يكونوا مؤذنين لفريق النادي الاهلي. واهم من ده كله ان شاء الله توفيق، ربنا يكون معانا كابتن هاني ولاعيبه موفقه في الملعب ان شاء الله، وباذن الله احتفل بكره عقب المباراه وثلاث نقاط غاليه جدا باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كل التوفيق لبعثتنا، ان شاء الله الفوز يكون نصيب النادي الاهلي بكره. محمد توفيق مراسلنا من تنزانيا، بنشكرك شكرا جزيلا.